اليوم الوقفة المليونية لإسقاط قيس سعيد وتبارك الله المليون ناقص 10 من الناس باش يكملوا شوي آخر. قداش؟ 90 واحد وأربع قوادة. قوادة؟ هي قال 90 واحد. 90 واحد وأربع قوادة. شو أقل من 150 نتاع ثلاثة معناها شحن نتاع ثلاثة كيران. كاميرا شويه مسيري صح نقولوا في الصوره كما هي. انا نقول لك تقريبا 150 فرد على اقصى تقدير. يمكن اذا حسبتهم انت يمكن ما نجمش انا ما حسبتهمش. انت حسبتهم صحيح. هاك انت صورهم امام بالكاميرا تو تعرفهم انت. تعاود دور لانه الموجودين فما اعلام وفما امنيين وفما معناتها متفرجين. يا سي بوزيد يا سي بوزيد سي بوزيد باش نعلمك انا باش نعلمك ونقول لك ونبارك انا راه نمثل روحي وانا صوتي اعطيته للرئيس قيس سعيد ومادام اعطيت صوتي للرئيس قيس سعيد ها من حقي انا باش نبدي رايي. علاش بطلت تو؟ لا ما بطلتش. شكون قال لك بطلت؟ على جيت وش بيه ما ودي علاش جيت؟ نتفرج انا حطاني جيت نتفرج. فريش كيفاش انت علاش جيت؟ انا جيت نتفرج في المهزله اللي قاعده تصير في البلاد. اليوم الوقفة المليونية لإسقاط قيس سعيد وتبارك الله المليون ناقص 10 من الناس باش يكملوا شوي آخر. ونبدأ بك أنت معناتها قلت لي أنقل الرأي والرأي الآخر. شوف أنا نعطيك أنت الرأي اللي تحب عليه. باهي رأيي أنا توا ريت الكلمة نتاعك اللي بديتيها تقول مليونية أنت ريتها مليونية توا هذه حاجة. قداش من واحد؟ استنى الساعة لا أنت قلت مليونية وما قالوا مليون. لا أنت توا قلت مليونية ما قال حتى حد ما سمعتش. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية قلت أنت إسقاط قيس سعيد شكون قال لك يحب يسقطوا قيس سعيد؟ أنت وحدك تقول هذا اللي قلت لك عليه يلزمك تكون نوتر. ريت ولا حصلت روح؟ باهي اقرا لي المطالب نتاعهم شناهي؟ لا المطالب هو المطالب معروفة شنو هي المطالب؟ ما معروفة كما أنت تعرفها شناهي ما سيرش؟ إيه همش نقول لك ما هو على حكاية المحكمة الإدارية والسيد الرئيس حب يعطيها للقضاء العدلي هكا ولا؟ النواب مش الرئيس. اي شكون انت؟ ما هو الرئيس فما 34 نائب عملوا مبادره هكا ولا؟ باهي لو 1 اكتوبر باش يجلسوا فيها في البرلمان يعديوها ولا ما يعديوهاش هذاك موضوع اخر داكور دو. اما انت سالتني قلت لي علاش هذايا؟ هذايا على خاطر ايش الناس سمعت كونه فما المحكمه الاداريه ستاتيو نتاع المحكمه الاداريه مش يتغير بقانون. هما هذا مجاو قال لك فهمت لا مش معقول لا اكثر ولا اقل. هيك نحبك نوتر ما تقوليش رئيس حب يقلب رئيس ومليونيه. اي انا بركه خاطر نقرا في الصفحات نتاعكم ونقرا في شكون نتاعكم الساعه قبل كل شيء. انا مواطن انا راني اقرا لي انت اللي موجود غاديك شنو هو بالضبط سامحني اقرا الشعارات اللي رافعين. ايه الشعارات هذيك ما ديما في كل مره تتعاود ماك تعرفها انت وانت اول واحد تعدي فيه ديما الشعارات هذيك هي في كل مره فما فكر مش يعطاها الراي المواطن وكل شيء يطلع عندهم ما هو هيك حر. اليوم حضروا تقريبا انا بعد لا ما حسبتهمش انت قلت مليون. فهمت لا لا ما نقدرش انا ما عنديش صلاحيه باش نقدرهم. اما انت قلت مليون من الاول. انا دوري كاميرا شويه مسيري صح ننقلوا في الصوره كما هي. انا نقول لك تقريبا 150 فرد على اقصى تقدير. يمكن اذا حسبتهم انت يمكن ما نجمش انا ما حسبتهمش. قديش انت حسبتهم صحيح قديش قديش الاستيماسيون تاعك الصحه اقل من 150 اقل من 150 اقل من 150 94 95 ولا استنى قديش 90 واحد واربع قوادة قوادة هي قال 90 واحد 90 واحد واربع قوادة. شو شو هاي المشكله نتاع التوانسه المشكله نتاع التوانسه ما يعطيوش المساحه للراي الاخر يحب قال لك 90 واحد تو احسبهم 90 واحد تو هذا احسبهم 90 واحد بربي دي لا مش فماش تعبير مجازي يا ولدي ما فماش تعبير مجازي فما خبث في المخ فهمتني لا لا انا ما نجمش نحسبهم ما نعطيكش حساب لان مانيش مخول ليه باش نحسبهم هاك انت صورهم امام بالكاميرا تو تعرفهم انت تعاود دور لانه الموجودين فما اعلام وفما امنيين وفما معناتها متفرجين. يا سي بوزيد سي بوزيد باش نعلمك انا باش نعلمك ونقول لك ونبارك انا راه نمثل روحي وانا صوتي اعطيته للرئيس قيس سعيد صوتي انا اعطيته للرئيس قيس سعيد ولذا ومادام اعطيت صوتي للرئيس قيس سعيد
ها؟ من حقي انا باش نبدي رايي. علاش بطلت تو؟ لا ما بطلتش، شكون قال لك بطلت؟ علاش جيت؟ واش بيه؟ ما هو انت علاش جيت؟ جيت نتفرج انا. حطني جيت نتفرج. عشر فرايش. فراي. كيفاش انت علاش جيت؟ انا جيت نتفرج في المهزله اللي قاعده تصير في البلاد. جيت نتفرج. اي 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 لا لا خلينا نتكلم. انا جيت نتفرج في المهزله اللي قاعده تصير اليوم. اسمعني لحظه، المسيره نتاعكم اللي سبت المره اللي فاتت، المسيره نتاعكم خلات برشا تساؤلات، والمسيره نتاع اليوم عملت بجنبها زاد 20 نقطه استفهام. علاه ما خرجتوش قبل وقت اللي تفجرت كان نتاع عمنيين؟ الدم نتاع الرجال، الدم نتاع الرجال واللحمه نتاع الرجال مخلت بالكزاز. علاه ما خرجتوش وقت اللي جيش تذبح في الشعامبي وهما يحضروا في شقان الفتره نتاعهم؟ علاه ما خرجتوش وقت اللي عملتوا دستور على كيفكم وعلى حسابكم دستور 2014؟ علاه ما خرجتوش وقت اللي حطيتوا رئيس؟ علاه ما خرجتوش وقت اللي حطيتوا رئيس؟ علاه ما خرجتوش وقت اللي حطيتوا رئيس؟ بصلاحيات تصب في صلاحياتكم في مصالحكم. علاه ما خرجتوش وقت اللي صغار خارجين في السبيطارات والكنادر اللي صابونا من الدواء الدواء اللي صابونا من الدواء المضروب بالشهيد المضروبه اللي دخلتوهم انتوما؟ علاه ما خرجتوش انتوما اللي جايين توا تعملوا في بلبله في البلاد؟ 100 واحد جايين تعملوا في بلبله، بلبله تعملوا فيها قدام العالم ما ثم حتى شيء. والله العظيم بلبله تعملوا فيها، والله العظيم بلبله 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 حتى شيء اخر ما فما. عليهم ما خرجتوش 10 سنين البلاد صار فيها، عليهم ما خرجتوش؟ عليهم مالين حتى واحد فيكم؟ عليه عليه زح عليه عليهم ما خرجتوش؟ عليه انا صم في بليزير اللي شفتك دور لا في ريال، لانك انسان صادق ومع المسار الصحيح. ننقل الصورة كما هي. تفضل. اليوم قديش؟ نعم؟ أقل من 150. نتاع ثلاثة معناها شحن نتاع ثلاثة كيران. فهمت ولا؟ اللي دخلوا الحبس على حق. أنا والحق. الحق علي أنا أذنبوا. فهمني ولا لا؟ أذنبوا وخد خدمة هكاكا قال لك ادخلوا هكاهو. ما غير ذنب. فهمني شنو هذا؟ يقتلونا اولادنا وين تحب ترجعونا بالله؟ العمل التونسي لهنا المفرقعات الاولاد انذبحوا وشقوا في شقه الفطر. التاع اللي مخلوف في سليانه، الرش اللي الدواء اللي ما خيناش، المقارونه المسوسه اليوم خايس زايد عطاني الكارني ومش يعطيكم الديار اللي ما عادش حتى واحد يكري. تنحوا رئيسكم تاكلوا ساكنيكم، تنتخبوا شعب رئيس دولة. قيس سعيد سو قيس سعيد سينور الجيش التونسي. قيس سعيد أنا كنت تحت البلوك بالزرارق بالزرارق تحت الهكدة في البلوك 5 سنين وقضيتي عنده. قيس سعيد سيد وخبي يا شعب تونس، ماليش أنا فضلت ولا عمودي على أخوالي. قيس سعيد سيد وخب وستلقوا حقهم. تاكلوا في البوري، تاكلوا في الكروفات، تاكلوا في العصير تزقوك ب 500 ألف و 600 ألف. اليوم الماء، سد الماء، الماء اللي عمل لكم كاميرا باش ما عادش يتقص. اللي اليوم الماء موجود الناس كلها شيخه. قداش من واحد نجح السنة في الباك وعمناول في الباك؟ تنفسنا من بعد جرح الثورة، تنفسنا يوم 25 جويلية. قناة الخطاب الواحد والجملة الواحدة. الله يجي فيه معاه. تفضل هاو الخطاب الواحد. شنو يجيب فينا معانا يا؟ يعطي فينا بالفلوس. يعطي فينا بالفلوس حتى ياخذ على شاريته. كيفاش؟ انا حمله نتاع قيس سعيد ضربت عليه بالبونه باش تلعب 2019. هي كي مين هكايا نقعد نتفرجوا فيها البلاد. ما نمشيش معاه تو. علاش؟ ما نمشيش معاه على الشيء اللي صار في البلاد يا معلم. عليه عندي مخرة. شو صار في البلاد؟ شو صار هك شوف الوضع. برد في المرشي انت 60,000 تحكي عليها انت. برا شوفها في المرشي. انا حكيت على 200,000. 60,000 قلت قلت. انا حكيت عليها اصلا. امان. فرجت فيها. لا حول ولا قوة الا بالله. فرجت فيها هكا تو هكا تو فرجت فيديو انا ايه تفرج فيه ايه وين هات وريهولي ما عنديش تو انا اعترف زبراي قاعد تمشي فرجت فيها عليه يكذبوا عليك العباد متاكد لا حول الله متاكد انت تفرجت شكون البديل خلينا نمشي معاك يا ولدي دبروا روس معناها في البلاد وفيك اعطيني البديل قيس سعيد خلي احنا نمشي معاه ما حتى مشكل راهو كيما جاب قيس سعيد كيما جاب بورقيبه كيما جاب المرزوقي كيما جاب الباشي علاه فات بيت البلاد مرزوقي ايه باجي مرزوقي تعمل لي انت انا باجي مرزوقي وانا هي تعمل